من بوشلاكة إلى عبد السلام، غير رفيق لقبه محافظاً على كل ما يحتويه جلده من شرور وآفات إخوانية. توزر الخارجية التونسية فور استيلاء الإخوان على السلطة، معتمداً على كفاءته المتمثلة في أنه صهر لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والذراع الأكثر نفوذاً في تحريك علاقات التنظيم الإرهابي وتحصيل تمويلاته المشبوهة. أشرف على تسريب الإرهابيين التونسيين إلى بؤر القتال، وكان لسوريا الحصة الأكبر. أنا أبو الغرفاء. أيوة، منين أنت؟ أتيت من تونس الخضراء. مشان إيش؟ وإن شاء الله نجمع كل البلدان الإسلامية. شرع لاحقاً بتنفيذ ما أوكل إليه من مهام تخريبية وإجرامية داخل بلاده أيضاً. أطلق الرصاص في ذاك اليوم عن متظاهرين وهم تونسيون. يعني هذه معادلة صعبة، انت تحدثت احنا لا يجب ان نهون او لا نهون. وقع اطلاق الرصاص في نطاق محدود، سقط قتلى، هذا امر طبيعي لمقتضيات الامن العام، نحن مضطرون لمثل هذا الاجراء. كثيرة هي الفضائح التي رافقت رفيقي الى يومنا هذا، بدءا من الارهاب الى النهب وصولا الى سلوكه الشخصي الماجن. فمن يبرر إراقة دماء أهله ويرسل الإرهابيين إلى الخارج؟ لن يرى في تحويل منحة صينية إلى حسابه البنكي الخاص أي حرج يذكر. أموال يحتاجها رفيق في تغطية مصاريفه الشخصية على نحو معيب ومخجل. يا سي بوشلاكة، ما عندكش أخلاق. أظنك اللي فاكتير اللي شفتوهم بتاع رفيق بوشلاكة في الوتلة مع النساء، أنا نحب نأكد لكم بصفة نهائية وبصفة قطعية، ونحب نأكد لكم بصفة معناها بطريقة ما فيها حتى شك، ما عندي حتى أدنى شك. باش نفسر لكم علاش اللي رفيق بوشلاكة عنده علاقات جنسية مع نساء آخرين. وفيما أراد الإخواني أن ينكر هذه الاتهامات، قدم تبريراً مضحكاً ليثبت على نفسه كل ما يتحدث به التونسيون وأكثر. أن معناها نأجر غرفة في النزل، وعملية الحجز أصلاً تم عبر إدارة وزارة الخارجية ولا تدخل فيها أنا أصلاً. ما هو شيء أيضاً أنه الوزير دفع أموال أو دفع معناها نفقات إقامة مرأة، يعني لم يسبق لي أن دفعت أي مليم واحد خارج نطاق العمل، وما هو شيء عن المرأة هي قريبتي. يدير الرجل شبكة إعلامية في تونس، يؤكد حقوقيون ضخامة الأموال التي يتم تبييضها من خلال أفروعها المتغلغلة في البلاد. لم تتوقف اتهاماته يوماً على الأطياف الاجتماعية والسياسية البعيدة عن أفكاره، وإنما وصلت إلى دائرة المقربين والأصدقاء الذين وصفوه أخيراً بالفاسد المفسد، وهو التوصيف الذي جاءه أيضاً من زبير الشهودي أمين سر الغنوشي سابقاً.